السلام عليكم. موعد مباراة المغرب القادمة ضد إفريقيا الوسطى في تصفية كأس إفريقيا 2025، والقنوات النقل للمباراة يحتل المغرب المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية من تصفية كأس إفريقيا بست نقاط بعد فوزه على الغابون وليسوتو في الجولة الأولى والجولة الثانية من التصفيات، فيما يحتل إفريقيا الوسطى المركز الثالث بثلاث نقاط، وسيستقبل الملعب الشرفي بوجدة مواجهة المغرب وإفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة من تصفية كأس إفريقيا يوم السبت 12 أكتوبر 2024 في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ويتوقع نقل هذه المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.